أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الشيب إذا كان في اليد أو في الرجل فما حكم نتفه؟ يجوز إزالة الشعر من غير اللحية والعارضين، يجوز للرجل أن يزيل الشعر من صدره ومن ظهره ومن بطنه سواء في شيب أو ما في شيب، لأن هذا من إزالة ما يتأذى به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك حديث على أن هناك وباء ينزل كما أنه الشايب، كما أن الشايب يحلق رأسه، ما هم ممنوع من حلق الرأس، كذلك يزيل شعر بدنه؟ نعم.